عليكم اخواتي. اليوم غادي نقدم لكم واحد العجين ديال 10 دقائق، غندير فيه المملحات. في المكونات عندنا جوج كيسان ديال الطحين فورس، طحين ممتاز. عندنا جوج كيسان ديال الماء، كاس العنبه. عندنا هنا جوج معالق سنيده، جوج معالق كبار. هنا معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره حبوب. غنديروا هذه المكونات كلها في العجانه وخلوها ترتاح 10 دقائق ونرجعوا. من بعد ما درت الكل في العجانه غنشعلها تخلي شويه ونرجعوا لعندكم. بعد ما دازت 10 دقائق على هذا العجين، دابا غندوزو للمرحله الثانيه. عندنا في المرحله الثانيه 3 كيسان ديال الطحين، درنا جوج فورس، واحد الطحين كومبلي، كاس كومبلي وجوج ديال الفورس. عندنا هنايا نص كاس ديال الحليب غبره، نص كاس زيت العود. غنزيدو مع هاد المكونات ونعجنوهم في العجان ومن بعد نرجعو. جات العجين مع هاد الشكل هذا، هانتوما كيف كتشوفو. هيا صافي غادي ندوزو للطريقة نتاع الحشو. عندنا في المكونات ديال الحشو، عندنا هنا إلى داند دوزتو في المقلة مع شوية ديال الإبزار والملحة وزويتة بلدية. بلا ما نوريكم الطريقة حيت كلشي عارفها، ساهلة، هادشي باين. درت معاها معلقة ديال الصوجا. هنايا البصله مشحراها، درت انا شرائح كبار مشحراها مع شويه ديال معلقه ديال الزيت العود وشويه الملح والابزار. هنايا عندنا الفخوماج، هنايا عندنا لي شامبينيون. صافي غادي ندوزو نورقوا العجين ونوريكم الطريقه. خلطتها كامله هنايا، العناصر كلها خلطتها. دابا دزت العجين هاني كن نورق نخرجو بحال هذا الشكل هكذا يا صغيور على الطريقه هذه، ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نعمر هذه الفطائر. كنصوبهم على الطريقه هذه مربعات بحال الرغايف. مره اخرى كنت صوبتهم لكم في رمضان، ملي صوبتهم ما كتابوش، ضاع لي التليفون. كنت خدمت المائده نتاع رمضان وجدتها بالحريره ديالها بالرغايف بالمسائل كلها ديالها، ومن بعد ضاع لي التليفون صافي ما كتبش. يبان داك الفيديو. دابا غنولي نعاود كلشي ان شاء الله. صافي غنمشي على الطريقه هكذا، كنديرهم كلهم هكذا بحال الرغيفات، ومن بعد نولي ونرجعو نوريكم الطريقه ديال التعمار. من بعد ما ساليتهم كاملين على الطريقه هذه، صافي دابا ندوز نبدا نورقهم ونعمر. دابا ها هي جبت بحال هذا الشكل هكذا، كنقرصها مزيان، خلاصها على هذا الشكل هكذا. هنا ما قلتلكمش راني زدت شويش ديال الفرماج رابي، الفرماج الاحمر، زدت خلطتو معاهم. صافي كانت لي شويش الزبده في الوسط، كندير شويش لافارس، كندير الفرماج، ندير شويش البيض باش يلصقو. صافي كنسدو من الزيتونه. صافي كندير طريف د الزيتون في الوسط وكنبرك عليهم هكذا بحال هاد الشكل هذا. صافي هكذا كنبقى ماشي عاد نهز وحده اخرى بهاد الطريقه هادي، كنسرحهم مزيان هانتوما شوفو، كنسرحهم، كندير الزبده في الوسط، كندير الزبده في الوسط، ما نديرش في الجناب باش ما العجينه ما حيت كنديروا الزبده ما كيبقاو ما كيلصقوش كيتفكوا، نديروا غير في الوسط. صافي كنديروا لافارس مع الفرماج، نديروا طريف الفرماج من هنا
نديرو البيض بالطريقه هذه باش كيتشدوا لنا مزيان. نديرو هذا المربع هكذا صافي. كنسدو الزيت صافي. دابا ندوزو لطريقة أخرى. كنسرحو هاد الغيفة هكذا على هاد الشكل. نفس الشكل كنديرو الزبدة في الوسط. نديرو لافارس. نديرو فخوماج. عندي واخا يجي فخوماج طوين ماشي مشكل. نديرو البيض. صافي كنسدوهم. كنسدو على الطريقة هادي. عندي لكم وحده اخرى على الطريقه هذه. ها انتم شوفوا كنسرحوا العجينه هكذا كنسرحوا العجين. نديروا شويه زبده الوسط ولا فارس. نديروا شويه دابا درت الطريقه هذه. مره اخرى ان شاء الله غندير لكم شكل اخر ان شاء الله. هادي كنت وجدت لكم في رمضان ما كتبش تشوفوه. غادي نولي ان شاء الله نديروها في فيديو اخر ان شاء الله نشوفو كلشي. هانسي هكذا على الطريقه هادي. غنبقاو مستمرين على الطريقه حتى نعمرو الطبسيل ونساليو العجين اللي عندنا ونوليو نرجعو. موجه البيض ودرنا الحبه السوداء في هادو. دابا هادو غنزينوهم بالفرماج. صافي غنشعلو الفران يسخن على 180 درجة ونديرهم يطيبو 30 دقيقة ديال الطياب. صافي ونرجعو لطبق التقديم. هذا هو الشكل اللي عملتكم اليوم اخواتي. نتمنى تعجبكم الوصفة وتستافدو منها. الى عجبتكم عملو جيم وانتظروني في وصفة اخرى ان شاء الله. وشاركوا معنا ليصلكم الجديد.